النتيجة الآن 2-1 والكرة تعود إلى منتصف الملعب. كرة في العرض، يحاول تغيير اتجاه اللاعب. المستضيف لا يستحوذ على الكرة كثيرا في هذا اللقاء. هذا لا يهم بالتأكيد، طالما النتيجة في صالحك المدرب حقيقة يلعب ويلجأ لهذا الأسلوب في هذه المباراة، وهذا ما يناسبه. واضح بأن قرأ خصمه بشكل ممتاز، ترك لهم الاستحواذ والسيطرة واستغل بعد ذلك المساحات ويلعب على المرتدات. فرصة خطيرة هنا، يا نحيف، أي تصدي، أي روعة، أي قوة. سامي الجابر، كايل ووكر بدون خطأ يحصل على الكرة في منطقته. فيدريكو كيزا، ملعوبة إلى فرنانديز، مساندة تصل الآن. كرة التعادل، مدافع يقطع الطريق بكل فدائية. بيلعب تمريرة أرضية، عرضية من ميرتنز، كانت فرصة هدف محقق، لكن برافو حارس المرمى خلصها، أبعد الكرة عن مرمى. لقطة خطيرة جدا، ركنية تتنفذ والحارس بكل شجاعة يبعد الخطورة. فرانك كيسيا، تدخل بشكل سليم، خلص الكرة، يستعيد الآن. برافو تدخل، شوف إمكانية للتسديد، مستحيل هذا التصدي، أي روعة، أي ردة فعل، أي إبداع، أي حارس مرمى. أليكس تيس يعرف كيف يقرأ الملعب بشكل مميز. تسديدة يا رب، الله على هذا التصدي، مد جسمه بالكامل، تمكن من منع الكرة، تصدي ولا أروع. كيف راح يتصرف فيها؟ تمريرة تفتقد للدقة وتخرج إلى خارج الملعب، رمية تماس. إذن واضح أن الفريق غير قادر على إرسال الكرة إلى الأمام، وهو ما يجعل ديبالا يعود إلى الخلف. بتدخل شرعي يستعيد الكرة في المناطق الخلفية. الحكم ينهي الشوط الأول والنتيجة 2-1. مباراة مثيرة جدا، تقارب كبير في مستوى الفريقين حتى الآن، التفوق الحادث في الشوط الأول. نعود لمجريات المباراة والشوط الثاني مع نتيجة تشير لتفوق فريق فوكسز. توموري، فرانك كيسيا يستخلص الكرة الآن، تدخل قوي لكن بدون أخطاء. بيدرو، قراءة رائعة للكرة والدفاع في الوقت المناسب. أداء استثنائي هنا في أول 45 دقيقة من المباراة من الأسطورة سامي الجابر، تمكن من الظهور بشكل رائع ونجح في زيارة الشباك في مناسبتين، أكيد يضع عينه على الهاتريك في الشوط الثاني. هدوء كبير في الملعب وفي بناء الهجمة بالرغم من التأخر في النتيجة. الكرة بتتخلص بشكل ممتاز. كايل ووكر، اعتراض لتمريرة دي بروين، تمريرة مقطوعة من ديبالا،
كايل ووكر أضع الكرة. وصلت الكرة إلى ووكر، ملعوبة إلى دي بروين. دوينية تضرب الدفاع. الكرة في المرمى. الله على الهدف، هدف تعزيز التقدم، تقدم مستحق هنا بفارق هدفين. حلو التدخل على الكرة. توموري. التمريرة كانت ملعوبة للجهة الأخرى لكن افتقدت الدقة لتخرج الكرة إلى خارج الملعب. عمليات الأحماء من جانب البدن. أوه، إن لم تقدر عليهم انضم إليهم. ثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة مثيرة حتى اللحظة. عثمان ديمبلي. فرانكيسيا. تمريرة سيئة تذهب للخصم مباشرة. بينية فيها خطورة. لم تنتهي الخطورة، مطالبين بإبعاد الكرة. فرصة متاحة للتسجيل. بيترو. يا الله، كرة بتكسر العارضة. فرصة كانت كبيرة لإدراك التعادل لكن العارضة تدخلت، منعت الفريق من التسجيل. مجهود كبير يغيب عنه التوفيق في النهاية. كيزا. تمريرة بدون تركيز والكرة الآن مقطوعة تذهب للفريق الخصم. كومان. برونو فرنانديز. بيدرو رودريغيز. ممتاز في التسديدة. فرصة من جديد لكرة التعادل. ضربة ركنية مشاهدينا بعد أن ارتطمت الكرة وغيرت مسارها. باولو ديبالا. ديبالا بيلعب لكرة عرضية. خطورة مستمرة بعد فشل إبعاد الكرة. فرصة الهجمة المرتدة الآن. سامي الجابر في كل مكان وبكل وضعية. لا تسألني عن الطريقة، اسألني عن الطريق. الله على الهاتريك. بعد هذا الهدف أعزائي المشاهدين، نتيجة هذه المباراة 4 أهداف لهدفين. الآن ممكن يلعب لك كرة عرضية. ثمان دقائق واطلق حكم المباراة صافرة النهاية. فرصة كبيرة للتسجيل. مستحيلة هذه الكرة. تصدي من لوريس. فرصة من مسافة قريبة جدا على المرمى. فرانكيسيا. نيك بوب. كايل ووكر.
دقة تركيز من اللاعبين في مباراة اليوم، تمريرات بالملي بالمقاص، شوف المدرجات اللي تدفعها مع كل لقطة مع كل تمريرة، تشتيت سيء للكرة في هذا المكان. ثلاث دقائق متبقعة لنهاية المباراة، كيزا تدخل وقطع للكرة في وقت حاسم، حاول التمرير من دي بروين لكن مقطوعة، حالة تسلل يعلن عن وجود حكم المباراة المساعد. يحاول أن يشكل خطورة، ضربة ركنية أخرى، بلعبة قصيرة لزميلة، يبعد الكرة بعد هذا التدخل. صافرة نهاية المباراة وفوز يتحقق لمصلحة أصحاب الأرض، التقدم بهدفين يجعل الجماهير مطمئنة ويترك اللاعبين يلعبون بأريحية وحرية أكبر حتى الصافرة النهائية. عمليات الأحمام من جانب البدلاء، فوكسز يتقدم للهجوم، كرة خطيرة للتقدم في النتيجة. سامي الجابر ملعوبة إلى دي بروين، بينية تضرب الدفاع، الكرة مكان وبكل وضعية، لا تسألني عن الطريقة، اسألني عن الطريق. الله على الهاتريك. بعد هذا الهدف أعزائي المشاهدين، كل مكان وبكل وضعية، لا تسألني عن الطريقة، اسألني عن الطريق. الله على الهاتريك. بعد هذا